بنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم سمر غانم ادمن بيجي مجانين الكروشيه وتريكو. ويا بلتي يا بلتي يا بلتي يا بلتي، ما تروحيش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. وميرسي قوي لكل الناس اللي اتصلت بيا تهنيني، وميرسي للناس اللي كتبت لي بعتت لي في الواتساب والماسنجر وهنا في الكومنتات. ما تحرمش منكم يا رب، ومبروك لكل طلبه الثانويه العامه اللي نجحت، بالتوفيق دايما يا رب. النهارده جايبه لكم بقى غرزه ايه يا لذيذ يا رايق، حاجه كده ايه اخر روقان، حاجه كده سهله وجميله وايه فعلا هي يا لذيذ يا رايق. الغرزه حلوه قوي، سهله قوي، يا دوبك تكرار سطرين، صيفي وشتوي وليها استخدامات كتير. ممكن تعملي منها بلوزه، ممكن تعملي منها بلوفر، ممكن تعملي منها جاكيت، ممكن تعملي منها شال مستطيل، ممكن تعملي منها كوفيه، ممكن تعملي منها ركن للكنب، ممكن تعملي منها بطانيه بيبي، ليها استخدامات كتير. طب ايه المانع بقى قبل ما نبتدي الورشه؟ في علامه الهاند تحت الفيديو، اعملي لايك للفيديو تشجيعا ليا وللقناه، وكومنت حلو بقى عشان ايه بحب اتدلع. والناس اللي لسه ما اشتركتش مستنيه ايه؟ تحت الفيديو برده هتلاقي زرار احمر كده مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، دوسي عليه هيجي لك الجرس، ودوسي على الجرس واختاري منه الكل عشان اي ورشه انزلها يجي لكم اشعار بيها، وكومنت حلو برده عشان ايه بحب اتدلع. وما تروحوش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. وطيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي شغل اخواتنا النهارده. هيمالاي ابري داي وابره رقم 4، هعمل عده البدايه. وطريقه الغرزه النهارده برده هعملها بالطريقه بتاعتي. البنات الجديده في القناه وما تعرفش الطريقه بتاعتي، في صندوق الوصف هتلاقيني سايبه لك فيديو باسم بتحب الكروشيه. طيب تعالي اقول لك اول سر من اسراري، اتفرجي عليه هتعرفي الطريقه بتاعتي. انا دلوقتي هعمل مجموعه من السلاسل من غير معده ولا اي حاجه، بطول حوالي 15 سم. عملت سلاسل بطول حوالي 15 سم. نبتدي الغرزه بتاعتنا على طول، هحدد اخر سلسله وقفت عندها واطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3 تمام كده. الثلاث سلاسل دولت بنسميهم سلاسل الارتفاع، وهنحسبهم عمود. تمام، هاخد لفه واخش في السلسله اللي حددتها اللي هي الرابعه، واعمل العمود الثاني لفه في غرزه جديده، هعمل العمود الثالث لفه في غرزه جديده، اعمل العمود الرابع. يعني احنا ابتدينا الغرزه بتاعتنا باربع عواميد، منهم الثلاث سلاسل بتوع الارتفاع. تمام، هاخد اربع سلاسل، 1 2 3 تمام كده. هفوت من تحت غرزتين، وفي الثالثه اخش فيها واعمل حشو بالشكل ده. تمام، واخد اربع سلاسل، 1 2 3 4 افوت غرزتين، وفي الثالثه اخش فيها واعمل حشو، اربع سلاسل، 1 2 3 4 افوت غرزتين، وفي الثالثه اخش فيها اعمل حشو بالشكل ده. ونفضل ماشيين كده لنهايه السطر. اعتبر وصلت كده لنهايه السطر. عايزه اختم الغرزه بتاعتي، انا عايزه عدد الفراغات ده يبقى عدد فردي، الاعداد الفرديه اللي هي ايه عشان محدش يسالني في الكومنتات، اللي هي 1 3 5 7 9 11 13 كده يعني. تمام، هي دي الاعداد الفرديه. فهعد الفراغات دي، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 فراغات، الثمانيه عدد زوجي، يبقى انا عايزه اعمل كمان فراغ واعمل ايه الكنار اللي هي العمود دي. يبقى انا هعمل كمان اربع سلاسل، 1 2 3 4 تمام، وهاخد لفه افوت غرزتين، ومن الثالثه اعمل اربع عواميد متتاليه، ادي 1 في غرزه جديده، ادي العمود الثاني، ادي العمود الثالث في غرزه جديده، وفي غرزه جديده برضو ادي العمود الرابع. بالشكل ده، وكده يبقى ختمنا الغرزه زي ايه ما ابتديناها. تمام، اتبقى معايا كام سلسله زياده، وانت زي ما يطلع معاكي من سلاسل الزياده في صندوق الوصف هتلاقيني سايبه لك فيديو في طريقه فك الغرز الزياده دي بكل سهوله. وكده يبقى ايه ابتدينا الغرزه بتاعتنا من غير ما نحسب لها بتقبل القسمه على 3+2 ولا بتقبل القسمه على 6+1 كده يعني. تمام، السطر الجديد بقى اللي هو الثاني هطلع ايه بثلاث سلاسل، 1 2 3 والف الشغل. هاخد لفه الثلاث سلاسل اكنهم اول عمود، مش هخش بقى العمود الثاني، مش هخش في اول غرزه، اول غرزه ديت القائم عليها الثلاث سلاسل اكنهم اول عمود، هخش في الغرزه اللي وراها هنا واعمل العمود الثاني لفه، هنا العمود الثالث هخش في الغرزه بتاعته، ادي اعمل العمود الثالث، وهنا في الغرزه بتاعت العمود الرابع اعمل ايه في الغرزه بتاعته العمود الرابع بالشكل ده. وبعدين اخد اربع سلاسل، 1 2 3 4 واخد لفه،
هفوت اول فراغ، وهنا في تاني فراغ اخش فيه اعمل عمود واخد سلسلة، واخد لفة في نفس الفراغ اعمل العمود التاني واخد سلسلة، واخد لفة في نفس الفراغ اعمل العمود التالت سلسلة، واخد لفة في نفس الفراغ اعمل العمود الرابع. يعني فراغ واحد عملت اربع عواميد ما بين كل عمود وعمود ايه؟ سلسلة. واخد اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، واخد لفة افوت فراغ، وفي الفراغ اللي وراه اعمل اربع برضو عواميد ما بين كل عمود وعمود سلسلة. ادي اول عمود سلسلة، تاني عمود سلسلة، تالت عمود سلسلة، واجي رابع عمود بالشكل ده، وبرضو اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، افوت فراغ، وفي الفراغ اللي وراه برضو اعمل مجموعة اربع عواميد ما بين كل عمود وعمود سلسلة، ونفضل برضو ماشيين كده لنهاية السطر. وصلت لاخر مجموعة عملتها، وبعدين اخد اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، هلاقي هنا في اخر فراغ هنفوته وناخد لفة، وهنا فوق اول عمود اعمل عمود لفة، فوق تاني عمود اعمل تاني عمود، وهنا في الغرزة بتاع التالت عمود اعمل العمود التالت لفة. هنا هنلاقي غرز الارتفاع، هنخش في الغرزة التالتة ونعمل العمود التالت بالشكل ده، وكده انتهينا من السطر التاني. السطر التالت بقى نطلع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، ونلف الشغل. هاخد لفة، هخش هنا في فوق العمود التاني الغرزة بتاعته اعمل العمود التاني لفة، فوق العمود التالت الغرزة بتاعته اعمل العمود التالت لفة، في الغرزة بتاعت العمود الرابع هنا نعمل ايه العمود الرابع بالشكل ده، تمام. واخد ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، هاجي هنا في الفراغ اخش في الفراغ واعمل حشو بالشكل ده، تمام. وبعدين اخد ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، واخد لفة. هنا في اربع عواميد ما بين كل عمود وعمود ايه؟ في فراغ، في ثلاث فراغات. هخش هنا في الفراغ بتاع السلسلة اعمل ايه غرزة باف من اربعة، ادي واحد لفة اتنين تلاتة اربعة. عندي كم حلقة على الابرة بقى؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. اخد لفة اطلع الحلقات كلها الا الحلقة الاساسية، ولفة واطلع حلقتين، تمام كده. واخد سلسلة، واخد لفة، اخش في الفراغ التاني برضو اعمل غرزة باف من اربعة، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، لفة اطلع حلقات كلها الا الحلقة الاساسية، بقى حلقتين لفة من الحلقتين بالشكل ده، تمام. واخد سلسلة، واخد لفة هنا في اخر فراغ ما بين العواميد اعمل غرزة باف من اربعة، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، تمام. لفة اطلع حلقات كلها، ولفة اطلع حلقتين بالشكل ده، تمام. وبعدين اخد ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، الاقي هنا الفراغ بتاع السلاسل اخش في قلب الفراغ كده واعمل حشو بالشكل ده، تمام. وبعدين ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، واخد لفة اكرر اروح عند المجموعة التانية اخش في الفراغ بتاع السلسلة اعمل اول غرزة باف، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، لفة واطلع حلقات كلها الا حلقة اساسية، ولفة طلع ايه الحلقتين، تمام. واخد سلسلة واكرر، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، لفة اطلع حلقات كلها، ولفة اطلع حلقتين، واخد سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة بالشكل ده. وبعدين اخد ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، واخش هنا في الفراغ اعمل حشو بالشكل ده،
تمام، ونفضل ماشيين كده برضو لنهايه السطر. وصلت لاخر مجموعه عملت فيها غرز البف اهو، وبعدين اخد ايه ثلاث سلاسل واخش هنا في الفراغ اعمل حشو، وبعدين ثلاث سلاسل واخد لفه اعمل الاربع عواميد. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، وبعدين غرز الارتفاع تلاتة اخش في السلسلة التالتة اروح عاملة ايه العمود الرابع. وكده انتهينا من السطر. السطر الجديد بقى هطلع برضو ايه بتلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، والف الشغل، خدت لفة وبرضو اعمل الاربع عواميد. ادي كده اكنه اول عمود، واخش هنا تاني عمود، تالت عمود، وادي رابع عمود، تمام. وبعدين اكرر ده بقى تكرار السطر التاني، هاخد اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، تمام، واخد لفة. هنا كان في تلات غرز باف، خلاص هخش في غرزة الباف، الغرزة بتاعتها الوسطانية، غرزة الباف يعني هفوت واحدة في التانية، الغرزة بتاعتها هعمل برضو اربع عواميد ما بين كل عمود وعمود سلسلة. ادي اول عمود سلسلة لفة، ادي تاني عمود في نفس الغرزة سلسلة، ادي تالت عمود سلسلة، ادي رابع عمود بالشكل ده، وبعدين اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، واخد لفة اروح لايه غرز الباف الغرزة التانية، اروح في الغرزة بتاعتها واعمل برضو اربع عواميد ما بين كل عمود وعمود سلسلة. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود بالشكل ده، تمام. والشغل بعد كده كله تكرار، هو تكرار سطرين، سطر نعمل المجموعات العواميد وسطر نعمل ايه غرز الباف، ونطلع بالطول اللي احنا عايزينه. وادي بعد ما طلعت لكم كام سطر بالغرزه عشان تبان، بصوا شكلها حلو ازاي، وتحسوا اللي هي مليانه كده وشكلها حلو قوي، ويا دوبك تكرار سطرين بس، والبنات المبتدئه يعملوها بكل سهوله. ولو عجبتكم قشطه النهارده ما تحرمونيش من لايك وكومنت، والناس اللي اول مره تتابعني يا ريت اشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، واشوفكم قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في فيديو جديد او ورشه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.